أي واقع تعيشه الصحافة الإلكترونية بالمغرب؟ اليوم اللغة التي أصبحت سائدة وتهدد أن تكون سائدة هي لغة لا قواعد لها ولا فاعل بها ولا مفعول به. ما طبيعة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية الرقمية؟ احنا ما عمرنا مثلا حلمنا ونوصل للصومية، ما عمرنا وصلنا للصومية. الموديل ايكونوميك اليوم ما مشجعش. ما حجم تأثير الصحافة الإلكترونية على نظيرتها الورقية؟ تعرف الصحافة المكتوبة الورقية انتحاراً. أي تحديات للصحافة الرقمية في ظل الفراغ القانوني؟ وأي جديد يحمله مشروع قانون الصحافة؟ تفرق دم الصحافة الإلكترونية مصدراً وإدارياً بين أكثر من مؤسسة. لا أعتقد ذلك. برنامج المحققون يتحرى عن آفاق السلطة الرابعة بالمغرب في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.